أستاذ الكريم أستاذ سليمان، أنت رجل لك باع في التربية ولك اهتمام بهذا المجال الرائع الجميل. اليوم حنا نتكلم عن خلاصة التربية، وش بتعطينا في خلاصة التربية؟ أحسن الله إليكم. وإليك. لأن ما شاء الله النقاط اللي ذكرتموها والعناصر تشمل جزئيات كثيرة من عناصر التربية المهمة ومقوماتها الأساسية، ولذلك أحببت حقيقة أن أشارك بأمر لنقول أنه يعني أساس أو فضاء تدور فيه هذه العناصر التربوية الحقيقة. في البداية أقول أن الموقف التربوي أو القضية الموقف التربوي الذي في الأسرة هو ليس موقفاً مصطنعاً يأتي مثلاً 5 مواقف في اليوم أو 6 مواقف، لا، والحقيقة كل لحظة مشاركة تواجد بين الأطراف هي قضية التربية. يعني شاء أم أبى الإنسان المتربي والمتلقي والناظر إلى أي شخص يتعلم منه ويستفيد سلباً أو إيجاباً، ولذلك هي حقيقة فيها شيء من يعني الاستمرارية والتي تتطلب من الإنسان أن يكون واعياً جداً لكل تصرفاته أمام الآخرين. ولذلك سنتكلم يعني على جزئية منها مهمة، وهي كما عبرت قبل قليل أنها الفضاء الذي تعيش فيه هذه المواقف، هذا الموقف التربوي حتى يكون مفيد ومثمر ويؤتي يعني بمثل هذه الجزئيات التي تفضل بها أستاذنا قبل قليل سيد محمد. نعم. لما يعطي أو يتكلم أو يثني أو يكافئ أو يعني يمس يحضن أو غيرها، هذه الأمور كلها الجزئيات لابد أن تكون هناك أو يكون هناك جو عام، وهو قضية الأمن. الأمن لابد أن يشعر المتلقي والمتربي بالأمان مع من يربيه. إذا فقد الأمان الحقيقة تصبح هذه الجزئيات متوترة ولا يستفاد منها استفادة كبيرة، لأن المتربي يكون متخوف جدا من فقد هذا التوجيه وفقد الاتصال مع المربي في أي لحظة. إذا كان يشعر المربي يعني أن أي سلوك منه المتربي أي سلوك يصدر منه قد تنشأ عنه ردود فعل يعني غير مفهومة وتكون عنيفة مثلا، فإن هذا يجعله مترددا متخوفا من التواصل، ويفقد بعد ذلك جميع التوجيهات التي تصدر منه المربي، يعني تفقدها قيمتها. كأنك خشي من الظلم. معليش يا سليمان، يعني الأمان هذا يجعلني أتغاضى عن سلوكيات الابن والابنة الخاطئ ولا أحاسبهم عليه، هل هذا هو الأمان؟ لا لا، يعني فعلا هذه نقطة مهمة جدا. نعم. والحقيقة يمكن تجعلني أذكر لطيفة أحد الأخوة سمعتها منه. نعم. يعني تعالج هذه القضية، يقول جميل. أنا أحد الأخوة الأفاضل الذي يعرفه يقول أنا إذا كان هناك ملاحظة على ابني أو يعني أحد أفراد الأسرة، نعم، لا أفتحها في أي وقت وفي أي لحظة. يعني مثلا عندنا اجتماع الأسرة على الغداء أو القهوة أو نعم. أو اجتماع الذي نأنس به، لا أفتح المواضيع التي فيها نوع من المحاسبة في هذه اللحظات. لماذا؟ يقول لا أريد أن أجعل الابن مثلا عند هذه الاجتماعات يأتي وهو يترقب ويتخوف أن تفتح المواضيع التي لا يرغبها. يقول إذا أردت أن أناقشه وأحاسبه على خطأ أو أناقشه في موضوع، يكون لهذا الأمر وقت المخصص الذي يعني أرتبه معه وأناقشه. لكن أما أن يبقى متخوفا كل الوقت فيصبح يعني فيه نفرة. جميل. في شيء من النفرة فيها. جميل. جميل. ولذلك يعني لو لاحظنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاك الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذن لي بالزنا، الآن لما قال إذن هو يعلم أنه حرام ممنوع. نعم. ومحرم. طيب هذه خلنا نقول الجرأة في الطلب هي لن تحدث لو لم يشعر هذا الرجل أن ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون حادة وعنيفة. إذن هو يشعر بالأمان. يشعر بالأمان مسبقا. نعم. جميل. يشعر بالأمان مسبقا. استشهاد ما شاء موفق. جزاك الله خير. نعم. حتى أن في حادثة لما في بعد غزوة حنين لما تكلم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فلان وفلان الذين يعني للتو قد أسلموا،
وجاء أحد كبار الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يقولون كذا وكذا، قال وما تقول أنت؟ الله، لاحظ الآن هذا السؤال، لا انظر إجابة، قال وهل أنا إلا رجل من قومي؟ لاحظ الأدب والصراحة، يعني أنا رجل من قومي أقول ما يقولون. نعم. فانظر بعد ذلك إذا ردت فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالتالي لما يشعر الأمان هنا يعني في هذا الجو ستطرح جميع القضايا للنقاش، لن يكون هناك تخوفات. جميل. ستطرح الأسئلة المثيرة والغامضة إذا كان عنده أشياء لا يفهمها أو أسئلة يظن أنها يعني محل إشكال أيضا ستطرح. لماذا؟ لأن الجو الذي تطرح فيه جو آمن، هو لا يخشى ردود الفعل، هو لا يخشى، فبالتالي هذا الأمان يضفي جوا عاما يسمح فيه هذا الجو إلى تبادل الخبرات والجزئيات التفصيلية في قضية التربية. جميل جميل. عندما أهدي، عندما أفعل، عندما كذا، هكذا هذا الجو لابد من وجوده، لابد أن يشعر بالأمان. لذلك يعني هي تعتبر من الأساسيات الحاجيات في أي جو، في جو العمل، في جو الدراسة، في جو التربية، في جو البيت، في أي مكان. ما شاء الله. لابد من توفير الأمان النفسي الذي في ظله تجري أي عملية أخرى. الحقيقة حتى تكتمل الصورة التربوية جميلة بعد الأمان، هو يعني تناوله كثير من الجزئيات اللي ذكرها شيخنا وأستاذ محمد، هو قضية الحب. لابد أن يشعر بالحب، ولذلك إذا توفر الأمن وأظهر المربي المحبة، هنا ستكتمل كثير بالعناصر التربية والتقبل بين الطرفين. نعم. وتسمح هذا بالتوجيه الأكبر، والله أعلم. الله يعني يسلم. هذا ما لدي. الله يسلم. الله خير. الله ما شاء الله. بيض الله وجهك أستاذ سليمان، أجدت وافدت. ونسمع أستاذ محمد. الله يبارك فيك. دكتور سليمان يعني مختص تربية وله كتابات جميلة ما شاء الله في الجانب التربوي، وما ذكرهما قاعدتان أساسيتان في كل ما نقوله. الله لا شك الله. أنها هي الأرضية التي ينطلق منها الإنسان، الأمان والحب. الأمان والحب.